إسرائيل فاجأت الفصائل المسلحة المقربة من إيران بضربات مدمرة طالت مواقع لوجستية واستراتيجية خاصة بهذه الفصائل مساء يوم أمس في الداخل السوري. العديد من الوكالات نشرت تفاصيل ما جرى. على سبيل المثال نتحدث هنا عن سانا، رويترز والمرصد السوري لحقوق الإنسان، وكانت لقطات هذه الضربات الإسرائيلية ليست بالعادية أبدا. هذه بعض اللقطات لطبيعة هذه الاستهدافات كما تلاحظون، وكانت أشبه بالمعركة بين صواريخ الطائرات الإسرائيلية وكذلك بين المنظومات الدفاعية التي حاولت من التصدي لهذه الصواريخ الإسرائيلية، لكن الضربات لم تكن عادية أبدا. وكان هنالك شهود عيان يتحدثون عن هذه الضربات بأنها لم تكن أبدا بالضربات العادية التي نفذتها إسرائيل. طبعا كانت هنالك عددا من اللقطات الأخرى لطبيعة هذه الضربات. كذلك تسببت هذه الضربات الإسرائيلية إلى العديد من الحرائق في العديد من الحرائش الموجودة في النقاط المستهدفة، وأيضا كانت هنالك إصابات بين المدنيين كما نلاحظ. بعض الصواريخ قد سقطت على المدنيين السوريين كما نلاحظ. إذا ما دخلنا بالتفاصيل بشكل أكبر في القمر الصناعي، سنرى بأننا نتجه هنا إلى الأراضي السورية التي تأتي باتجاه نقطتين مهمتين، ألا وهي حمص وحماة. الطائرات الإسرائيلية كانت قد حلقت بهذه الطريقة عبر البحر المتوسط ووصلت إلى شمال غرب لبنان هنا تقريبا بهذا الاتجاه، وبعدها بدأت بتوجيه الضربات وركزت في ضرباتها على منطقة مهمة للغاية ألا وهي غرب حماة. نتحدث هنا عن مصياف، هنا مصياف كما تلاحظون. ضربات كانت عبارة عن 5 موجات أو 4 موجات من الضربات ب15 أو أكثر من 15 صاروخا باتجاه 6 مواقع موجودة في هذه المنطقة. طبعا المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري حاولت من التصدي لهذه الضربات ولكنها لم تنجح في صد الصواريخ الإسرائيلية، بل إن بعض هذه الصواريخ الخاصة بالدفاعات السورية كانت قد سقطت باتجاه طرطوس وإلى جنوب شرق طرطوس على المدن. أبرز المواقع التي استهدفتها إسرائيل هي كانت تأتي إلى شمال مصياف على مسافة 14 كيلومترا تقريبا، ألا وهو مركز البحوث العلمية، المركز المتخصص في صناعة الصواريخ، صواريخ الأرض أرض الأرض جو، وكذلك الأسلحة الكيماوية كما تحدثت هذه المصادر. لا بل إن وكالة رويترز أكدت بأن هنالك فريقا من الخبراء الإيرانيين العسكريين يترددون على هذا المبنى ويعملون عند هذا المبنى. طبعا إسرائيل استهدفت هذا المبنى وكل التقارير أكدت بأنه دمر بالكامل. كذلك نتحدث عن نقطة تأتي إلى جنوب غرب مصياف، هذه هي مصياف التي تحدثنا عنها، وأن هنالك مصانعا هي كانت واحدة من الأهداف التي استهدفتها إسرائيل ألا وهو مصنع للطائرات المسيرة المتقدمة أيضا، كان جزءا من الضربات الإسرائيلية وقاموا بتدميرها. كذلك واحدة من الأهداف كان جسم عائم موجود إلى على السواحل الموجودة في بانياس وعدد من النقاط الأخرى. هذه الضربات الإسرائيلية هي لم تأتي من فراغ، إسرائيل هيئت أساسا لهذه الضربات منذ نهاية شهر أغسطس الماضي بشكل أدق في 23 أغسطس الذي صادف يوم الجمعة. إسرائيل قامت بتوجيه ضربات باتجاه حمص وباتجاه حماة، والضربة باتجاه حماة هي كانت الأهم. كانت هنالك أيضا عدد من النقاط التي استهدفت، وهذه واحدة من الصور لطبيعة هذه الضربات كما تلاحظون. وواحدة من النقاط المهمة التي ضربت في حماة هي تأتي إلى جنوب حماة، وهي كانت منظومة رادارية هي التي كانت هدفا. هذه هي المنظومة الرادارية التي ضربتها إسرائيل في بادئ الأمر للتهيئة للهجوم الذي نتحدث عنه اليوم، ولكن أيضا هم استغلوا هذا الأمر بضرب الرادار، بعدها ضربوا هذه المستودعين أو هذين المستودعين الخاصة بهذه الصواريخ الخاصة بالفصائل المسلحة. كذلك إلى غرب حمص هذه المنطقة ضربت هذا المستودع وهذا المستودع. دعونا نقترب من هذا المستودع تحديدا ونقارن الصورة بالقمر الصناعي، نفس هذه الصورة مع التركيز على هذين المستودعين مستودعين هنا وعلى هذا المستودع تحديدا. لاحظ هنا قبل وهنا بعد، لاحظ كيف تغير اللون هنا بهذا المبنى، هو الذي يشير بشكل واضح بأن هذا المبنى قد ضرب. أما المبنى الآخر الذي أشرنا له القريب من هذا المستودع هو مستودع آخر للصواريخ ضرب في 23 أغسطس هنا، هذه هي نفس المنطقة إذا ما قارناها مع طبيعة هذا الطريق، هنا قبل وهذا هو الطريق كما تلاحظون وهنا بعد. لاحظ تغير اللون هنا في هذه النقطة، هو أيضا يؤكد لك طبيعة هذه الضربة الإسرائيلية. وكذلك قناة N12 العبرية اليوم
تحدثت بأن هذه الضربات الإسرائيلية هي جاءت من أجل إيقاف إرسال صواريخ وأسلحة متقدمة للغاية كانت تنوي الفصائل المسلحة المقربة من إيران وإيران من إدخالها إلى لبنان لصالح من؟ لصالح حزب الله اللبناني في ظل تصاعد كبير في طبيعة المواجهة بينهم وبين الجيش الإسرائيلي. كذلك أن هذه الضربات الموسعة التي اعتبرت فريدة من نوعها في الداخل السوري في هذه المنطقة الاستراتيجية تحديدا هي تأتي متزامنة مع تصريحات وقرارات مثيرة من قبل بنيامين نتنياهو الذي صرح يوم أمس بهذا الشكل بأنه أصدر الأوامر لجيش الدفاع الإسرائيلي وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال الإسرائيلي، أي أن في إشارة واضحة بأن عليكم الاستعداد للقيام بحرب على حزب الله اللبناني في جنوب لبنان لأنهم يريدون إعادة المدنيين في شمال إسرائيل، حيث أن هذه مشكلة تؤرق بنيامين نتنياهو وهي واحدة من نقاط الضعف التي تضغط من خلالها المعارضة على نتنياهو وهو يريد أن ينتهي من هذه المسألة. كذلك كانت هنالك تصريحات مثيرة للانتباه من قبل عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيسة الإسرائيلي نسيم فاتوري، قال بأن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان مسألة أيام لا بل إنه أضاف بأن إسرائيل تعلم تماما أين يتواجد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، وأن لم تكن هنالك المزيد من الخيارات لإسرائيل في هذه الحرب فإنهم سيقومون بالقضاء عليه بحسب تعبيره هنا. كذلك واحدة من المؤشرات الخطيرة بأن هذه الحرب فعلا قادمة لا محالة هي زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إريك كوريلا إلى إسرائيل يوم أمس. وصل لإسرائيل، التقى بوزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وكذلك قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي، وكان في شمال إسرائيل اليوم ليطلع على طبيعة الخطط الإسرائيلية لما ممكن أن يكون قادما. وإذا ما لاحظنا في 72 ساعة الماضية إسرائيل ضربت العديد من منصات إطلاق الصواريخ الخاصة بحزب الله اللبناني بشكل مكثف بشكل مركز، ولاحظ هنا المقاطع المصورة من الضربات من الطائرات الإسرائيلية، ستلاحظ أن هنالك صواريخا من هذه الانفجارات وهي تنطلق بهذا الشكل. لاحظ هنا سنكون أمام صاروخ آخر أيضا ينطلق بهذه الطريقة، ويوضح لك أن المنصات هي النقطة الأساسية في هذه الاستهدافات. كذلك انفجارات ثانوية، لاحظ انفجار أول انفجار ثاني، هنا أيضا انفجار أول انفجار ثاني. هذه الانفجارات الثانوية دائما تشير لك بأن هنالك أسلحة موجودة في تلك المناطق، وبالتالي كل شيء يضرب من قبل الجانب الإسرائيلي الآن مدروس وبشكل مكثف. وهنا لابد من الانتباه بأن إسرائيل الآن تعمل على العديد من الأمور في الفترة القليلة الماضية وتركزت بشكل أكبر في 72 ساعة الماضية. هذا هو النهر الليطاني الذي ترونه هنا. إسرائيل الآن بحسب ما تحدثت الأوساط الإسرائيلية مثل إسرائيل ريدار هي تريد زيادة قدرتها وتحسين قدراتها الدفاعية في مواجهة الطائرات المسيرة الخاصة بحزب الله اللبناني، وكذلك أيضا في نفس الوقت هي لضرب المنصات الصاروخية تحديدا كما يفعلون الآن، وأيضا في نفس الوقت ضرب كل ما هو قادم أو من اتجاه النهر الليطاني ومحاولة إضعاف هذه المنطقة. ضرب المنصات الصاروخية مع تحسين القدرات في ضرب الطائرات المسيرة هو يوضح تماما أن إسرائيل تريد أن تتفادى سيناريو صعب هنا. إذا ما بدأت بساعة الصفر وبدأت بالتقدم هي تريد أن تتأكد بأن حزب الله ضعيف ولن يكون خطرا في عملية استهدافاته الصاروخية، وأنه لن يطلق على سبيل المثال 1,000 أو 2,000 أو 5,000 صاروخ مرة واحدة على الأقل من هذه المنطقة الجنوبية التي تحاول إسرائيل من التقدم لها في محاولة ليس فقط لحماية شمال إسرائيل وقطاعاتهم هنا المنتشرة والتي تتحضر للقيام بهذه العملية، ولكن أيضا لحماية وسط إسرائيل عندما نتحدث عن تل أبيب أو حتى عن القدس. هنالك مكتب رئيس الوزراء متواجد في القدس قد يكون هدفا بالنسبة لحزب الله اللبناني، وبالتالي هم يبحثون عن إضعاف كل هذه القدرات لأن هم بدأوا يستعدون لساعة الصفر ويريدون أن يحققوا عملية سريعة للوصول في نهاية المطاف إلى النهر الليطاني لتطبيق القرار 1701 والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة المدنيين. إضعاف قدرات حزب الله اللبناني العسكرية مثل ما قاموا بهذا الأمر مع حركة حماس، وسيدفع في نهاية المطاف إلى انسحاب حزب الله إلى الخلف، وخاصة أن نتنياهو اعتبر بأن حزب الله هو الأخطر على الإطلاق من بين كل الفصائل الإيرانية الموجودة في المنطقة، هو الأخطر على إسرائيل والأقوى من بين هذه الفصائل على مستوى العديد من القدرات العسكرية.